السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئنا للصانع الألماني تشيكي خلينا نقول، واللي هي سكودا أوكتافيا بنسخة 2017. طبعا سكودا تعتبر سيارة عائلية متوسطة الحجم. سكودا ظهرت في أول سنة بدأ تصميمها في 96، في سنة 2000 ظهرت لها فيس ليفت أو عملية تجميل. الجيل الثاني من 2004 وصولا إلى سنة 2013. بالنسبة لقاعدة العجلات هي الأمي كيو 5 تستخدمها هذه السيارة، واللي هي خلفي الأمي كيو 5 هي قاعدة العجلات الخاصة بفولكس واجن جيتا. طيب وين هي فولكس واجن باسات سي سي أو فولكس واجن باسات؟ باسات بقيت باسات، لكن السي سي تم تغييرها حاليا في سنة 2017 إلى فولكس واجن أرتيون. صراحة سيارة جبارة داخلة بها شركة فولكس واجن على المنافسين. هذه هي سيارة سكودا أوكتافيا، رح نتعرف عليها ان شاء الله نقطه نقطه. بالنسبه لسكودا اوكتافيا في بعض الدول في امريكا وايضا في اوروبا تتوفر بقاعده عجلات ستيشن واجن، يعني تكون سياره طويله. فهذه هي السياره على السريع ان شاء الله، هذه مواصفات السياره. بالنسبة لمواصفات السيارة مثل ما تشوفوا السيارة ديزل 2.0 لتر 143 حصان دي اس جي بالنسبة لناقل حركة اوتوماتيكي. بالنسبة لساعة المحرك 1968 سنتيمتر مكعب 143 حصان بالنسبة للبويسونس والقدرة السيارة 8 كتقييم لها. بالنسبة لعزم الدوران 320 نيوتن يتولد على 1750 دورة وصولا إلى 4000 دورة على الدقيقة. كسرعة قصوى محددة إلكترونيا من الشركة 212 كيلومتر على الساعة. بالنسبة لاستهلاك البنزين بمعدل وسطي 5.1، هذا رقم الشركة ليس رقمي أنا شخصيا. بالنسبة لنقل الحركة أوتوماتيكي مثل ما حدثنا دي اس جي من شركة فولكس واجن، مكون من 6 سرعات. بالنسبة لسعر أو وزن السيارة الكلي 1880 كيلو جرام، ريزرفوار 50 لتر، هذه الخاصة بالسيارة. بالنسبة لي الصندوق الخلفي الخاص بالسيارة يكون 590 لتر عملاق بالنسبة لهذه السيارة. مثل ما تشوفوا مقدمة السيارة فيس ليفت جديد، في الكثير انتقدوها على مستوى بعض الهاشتاجات اللي خاصة بشركات السيارات، واللي قالوا أنهم أخذوا مقدمة الإي كلاس القديمة من شركة مرسيدس، لكن الألماني دائما يبقى ألماني حتى ولو أخذ نسخة، فراح يحط عليها تغييرات وراح تكون جذرية بطبيعة الحال. أضواء LED، عندك كروم على مستوى مقدمة السيارة، مقدمة جديدة ما شاء الله على هذه السيارة، عائلية متوسطة الحجم كما ذكرنا. بالنسبة لجنوط السيارة تكون ألياج مثل ما تشوفوا، جنوط السيارة بمقاس وين مقاس السيارة 17 إنش، طبعا أقراص من الأمام ومن الخلف. يوجد عندنا هنا غماز جانبي على مستوى هذه المرآة الجانبية، مقابض راح تكون على نفس لون السيارة، أتمنى أنها تكون كروم على بعض النسخ الأخرى. هذه هي الصندوق اللي قلنا عليه عملاق، يعني خبي فيه أشخاص ليست صناديق فقط ما شاء الله من الكبر اللي عليه. بالنسبة لخلفية السيارة أيضا عليها نظام تكييف اثنين فقط فتحات تكييف، عندنا هنا تكاية وسطية يعني في مقاس المقعد الوسطي، لكن كملاحظة لو تلاحظوا الوسطي راح يحط رجل ورجل في هذا الاتجاه الله يكرمكم. عندنا هنا فتحة تخزين، أيضا يوجد عندنا هنا بعض اللمسات اللي تحب تبين أنها فخامة من السيارة ما شاء الله، هذا اللي يسمى هذا المعدن بالبيانو بلاك. هنا عندنا بعض اللمسات الكروم على مستوى السيارة، سيارة الدخول استشعار بالمفتاح أو من دون مفتاح، فمش مثل ما تشوفوا عندنا التحكم كهربائي في كل شيء. هذه هي داخلية السيارة، عندنا شاشة وسطية، أيضا عندنا هنا اللي هي عدد السرعة، عدد الـ RPM، شاشة وسطية فيها بعض المعلومات على سريع تطير السيارة. هنا اللي هو الخاص بالبلوتوث، أيضا التبديل بين الشاشتين هذا اللي زر. هنا عندنا الزر الخاص بالسبيك أو اللي هي الخاصة بالميديا يعني والبلوتوث إلى غيره، إيرباك على مستوى المقود. عندنا الشيفت بادل على مستوى السيارة، يعني بإمكانك استخدام البادل شيفت. عندنا ناقل حركة مثل ما تحدثنا عليه دي اس جي، يعني كترميز له وتمييز من بين كل النسخ. عندنا هنا المود درايف، وعندنا هنا أيضا الزر الخاص بالحساسات.
الهاند بريك يدوي، اتمنى انه يكون الكتروني بما ان السياره داخله بقوه. شاشه ما شاء الله عملاقه، وينكم يا الكوريين؟ يعني شوفوا في سياره سيدان يحطوا لك شاشه بهذا الحجم، ما شاء الله الاوروبيين دائما متميزين من هذه الحاجات، حتى الكوريين الصراحه عندهم مكانتهم، لكن كمقارنه يعني فيها وعليها كما يقولوا. هنا عندنا التحكم بفتحه السقف، فتحه سقف بانوراميه على مستوى السياره مثل ما تشوفوها. فأيضا البيانو بلاك متواجد على مستوى الباب يعني هنا في هذا المنطقة. هذه هي السيارة بشكل سريع، عليها صراحة الكنطارة بالنسبة للمقاعد، شوفوا كيف ملمسها ولا أروع. نتمنى أنها مستقبل تتوفر فيها خاصية التدفئة والتبريد، لأنه يجب عليها أن تكون جلدية في بعض النسخ. عندنا هنا البلاستيك مستخدم على مستوى السيارة. فهذه معلومات سريعة يا جماعة الخير على مستوى سكودا أوكتافيا. طبعا هذه البنية الميكانيكية للسيارة من أنظمة تعليق ومحرك إلى ما غيره، ما شاء الله هذه اللي تشوفوها معروضة، هذه يعني تميزت بها شركة فولكس واجن أنهم عرضوا هذه البنية الكاملة للسيارة. فهذا كان عندي حول سكودا أوكتافيا، أتمنى أن أعطيتكم معلومات كاملة عن هذه السيارة. نتمنى دائما أنها تأتي ما بين يدينا في تقرير خاص كي نتعمق فيها بشكل كبير، لأنها ليست سيارة واحدة كما ذكرت لكم. هذا اللي كان عندي اليوم، أي جديد على حساب على سناب شات انتظرونا في مواعيد قادمة إن شاء الله مع سيارات أخرى. نختم كل هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دمتم في رعاية الله وحفظه.